أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش تسلمه رسمياً الإقرار الخاص بالذمة المالية لرئيس مجلس الأمم مرزوق الغانم كأول مسؤول في الدولة يقدم الإقرار للهيئة. وقال النمش في تصريح أنه سيخاطب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتسليم ذمته، معرباً عن أمله أن يبادر بقية النواب والوزراء إلى تقديم إقراراتهم إلى الهيئة. اليوم طبعا تشرفنا في لقاء رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم، وطبعا كان هذا اللقاء لاستلام الوصل الخاص بإقرار الذمة المالية الخاص به، حيث أنه سبق أن تقدم، يعتبر أول من تقدم في إقرار الذمة المالية وسلمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد. وأيضا من جانب آخر قام رئيس هيئة مكافحة الفساد والأخوة الأمناء أعضاء مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد في تسليم إقرار الذمة الخاص فيهم إلى رئيس مجلس الأمة. نحرص أن باقي النواب يبادرون إلى تسليم إقراراتهم الذمة إلى هيئة مكافحة الفساد، وثم طبعا احنا بعد رئيس مجلس الأمة سوف نقوم بالاتصال طبعا بسيد سمو رئيس مجلس الوزراء لتسليم إقرار الذمة المالية الخاص فيه، وأيضا يقوم أعضاء الهيئة من رئيس ونواب وأعضاء مجلس الأمناء بتسليم قرارات الذمة الخاصة فيهم إلى رئيس سمو رئيس مجلس الوزراء.